السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بالجميع. نتمنى من عند الله نلقاكم في ظروف حسنة. إخواني العقاريين، أخواتي العقاريات، سنتمم إن شاء الله كتاب ديالنا الدليل الخاص بالوكيل العقاري، وغادي نبداو في الجزء الأول. دائما معكم خالد الهريم، وكيل عقاري مدينة الطربيضة. عندنا الجزء الأول، الوكيل العقاري داخل محيطه المهني. الوكيل العقاري داخل محيطه المهني. الباب الأول، تعريف وتطور مهنة الوكيل العقاري. 1، التعريف بمهنة الوكيل العقاري. 2، تطور مهنة الوكيل العقاري. 3، الحرف والأنشطة الجديدة للوكيل العقاري. 4، شركاء الوكيل العقاري. الباب الثاني، الإطار القانوني لممارسة مهنة الوكيل العقاري. الوكيل العقاري بصفته تاجرا. تعريف التاجر، الأهلية القانونية للتاجر، الالتزامات تاجر. الوكيل العقاري بصفته سمسارا. تعريف السمسرة كحرفة أساسية للوكيل العقاري. 2/2، الالتزامات والمسؤولية، الوكيل العقاري بصفته سمسار. 3/2، حقوق الوكيل العقاري أجرته. 3، الوكيل العقاري بصفته وكيلا. 3/1، تعريف الوكالة. 3/2، شروط صحة الوكالة. 3/3، أنواع الوكالة. 3/4، الالتزامات وحقوق الوكيل. 3/5، الالتزامات الموكل اتجاه الوكيل العقاري. 3/6، الإجراءات اللازمة على الوكيل العقاري القيام بها عند انقضاء الوكالة. الباب الأول، تعريف وتطور مهنة الوكيل العقاري. يتناول هذا الباب تعريف بمهنة الوكيل العقاري، إعداد نبذة مختصرة عن تطور المهنة وتنظيمها، الحرف الممتهنة من طرف الوكيل العقاري اعتبارا لتطور المهنة. ألف، 1، التعريف بمهنة الوكيل العقاري. يمكن تعريف الوكيل العقاري بكونه شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط الوساطة في عمليات تتعلق بممتلكات عقارية. إن مصطلح الوكيل العقاري يحيي في الواقع بقيام هذا الأخير بعدة أنشطة، إلى درجة أنه يطلق عليه أحيانا اسم وكيل الأعمال. تنبثق عن مهنة الوكيل العقاري 3 وظائف أساسية. الوكيل العقاري هو أولا سمسار، وسيط في المعاملة العقارية التي تربط بين المشتري والبائع وبين المالك والمكتري. الوكيل العقاري هو كذلك وكيل، يتصرف باسم زبونه الذي يفوض له بمقتضى وكالة مكتوبة مهمة بيع العقار أو إيجاره، وتحدد هذه الوكالة حدود صلاحيات المخولة للوكيل العقاري. وأخيرا، فإن الوكيل العقاري يقوم بمهمة المستشار، إذ يقدم النصائح والإرشادات لزبنائه، ويعمل جاهدا على ضمانة سلامة المعاملة العقارية. يلتزم بمتابعة المفاوضات الجارية بين الطرفين. 2، تطور مهنة الوكيل العقاري. إن شاء الله الفيديو الآخر غادي نكملوا هذا الموضوع هذا. شكرا، كان معكم خالد العريم، مرحبا بالجميع.